في رحلة مدرسية أو رحلة أطفال ورايح. درجة الحرارة مش أحسن توقيت قوي الواحد يعمل فيه فيديوهات، في توقيت الواحد المية اللي في عينه بتتجمد. درجة الحرارة سالب 22. أما بتفتح بقك وتتكلم أطراف بقك والسقف هنا الحتة دي برضو بتتجمد المية فيها، بتنشف يعني أو بتتجمد. ففي أجواء زي كده بيبقى مش أحسن حاجة أنك تعمل فيها فيديو أو تتكلم مع الناس أو كده، بس شيء بالشيء يذكر. خلي بالك في البرودة، الروس برضو بيسقعوا، مش كل الناس عندها قدرة ان هي تعرف ايه اللي يتلبس في الجو ده وقادرين على ثمنه. ساعات بتبقى الحاجة غالية جدا ان هي تدفيك من غير ما تحتاج انك تلبس لبس كتير. في ناس عندها مقدرة، بس ممكن ايه مقدرة ان هو يجيب جاكيت بس او جاكيت مش طويل. فطبعا انا بنصحك دايما انك تجيب جاكيت يكون طويل، يكون تحت الركبة كمان، يعني مسافة لما بسيب مثلا ايدي كده في الهواء يبتدي خلاص الاطراف تتجمد وتحس ان انت بقى لا يعني محتاج فورا تدفي ايدك، والا هتخش في مراحل صعبة قلتلك عليها قبل كده، والعياذ بالله ربنا يحفظكم كلكم، اللي هي البتر. ايه رأيكم في المبنى ده؟ برضو من معالم مدينة يكاترينبورغ. ننهي الحلقة دلوقتي بقى قبل ايه ما الواحد ما ايده تتجمد اكتر من كده، لان فعلا عارفين في ظواهر كده كانت بتظهر ولازالت بتظهر. يعني ان قلت لكم قبل كده الجليد او التلج بطنه وكرش واسع، يعني انت لو اي حاجة وقعت منك في الجليد مثلا وعايز ترجع بقى تدور عليها قابلني، يعني مش هتلاقيها. الجليد ما بيبلع حاجة مش هتلاقيها خالص. المهم انت دلوقتي في حاجات ممكن تكون وقعت منك ومتعرفش وقعت فين، غالبا وقعت في التلج ومش هتلاقيها تاني. برضو الشيء بالشيء يذكر الزحلقة، ناس كتيرة تتكلم ان في احذية ممكن تقيق من الزحلقة. مفيش احذية ممكن تقلل من مفيش احذية تقيق من الزحلقة 100%، ولكن ممكن تقلل من نسبة الانزلاق. ولكن حتى كاوتشوك بتاع السيارات ما بيقدرش يحمي السيارة من الانزلاق احيان كتيرة. المهم بالمبنى ده بننهي الحلقة واعمل لكم منظر بانورامي. اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.